كوتشنج بتختلف تماما. يعني بعيدا عن ان حد ممكن يبقى دراساته قويه جدا، مارادونا مثلا كان راجل علامه في كره قدم، احسن واحد لمس الكوره هو وميسي، لكن في الكوتشنج ما كانش موفق. مظبوط. هو يعني هو برضو الراجل كان جاي علينا جديد اول مره يمسكنا، بس احنا كنا كلنا طبعا ولاده وكل حاجه، بس في المنتخبات. صحيح. لكن المنتخب غير النادي. النادي نفس طويل، بطوله دوري وكاس، وكنا المفروض تشترك في 4 بطولات او 5 بطولات تقريبا السنه دي. موسم من اوله صعب، كنت هتلعب حاجه و60 ماتش او حاجه و50 ماتش، فكان الموضوع كان صعب جدا. فان انت توفق تفضل الناس كلها تبقى تفضل فورمه، وبعدين ستيب باي ستيب طبعا في السيزون. وبعدين خلينا واضحين، معلش يعني احنا السنه دي احنا تقريبا لاعبين الاهلي بتاع 10 ماتشات. هم تقريبا كسبانين 4 6 واحنا كسبانين 4، بس منهم مثلا 5 ما لهمش اي لازمه. ممكن كان في بطوله طبعا السوبر، انا طبعا مش بقلل من المكسب او من الخساره، بس انا بقول لك الحقيقه النظام الدوري كان ماشي كده. يعني صحيح ان هو كان في ماتشات كلها ترتيبيه، انت اول انا اول، مش هتفرق كتير، كل احنا الاثنين في حته واحده. فبس احنا بدانا يعني الحمد لله ان احنا ندرس الفرقه دي، لعبناها كتير، عرفنا فين القوة فين الضعف. ما بقاش في رهبة ماتش الأهلي والزمالك، تنزل تلعب ماتش عادي وتلعبهم النهاردة وبكرة وبعده عادي جدا. فما فيش الخضة ديت بقى خلاص منا ومنهم. هم برضو كانوا نفس الوضع، ان هم برضو خسرانين وعاوزين يكسبوا من السنة اللي فاتت، وهو عايز يعوض واحنا عاوزين نكسب، فطبعا حرب يعني. قول لي بقى الحدوتة اللي بينكم وانتوا بتتكلموا مع بعض، كلام بيبقى ايه؟ تقولوا ايه؟ بتحمسوا بعض ازاي؟ الكلام ده بيبقى مهم جدا، لان الناس ما بتشوفش غير الصوره اللي في الاخر. بص، هو احنا كلنا كنا متفقين ان احنا مش هنمشي من صاله حسن مصطفى هجيبها لك من الاول غير واحنا معانا الدوري. ان احنا كان عندنا ماتش سيمي فاينال قوي جدا مع فرقه الجيش، والفرقه دي واخده 3 الدوري وفعلا حقها يعني. لاعبين معاهم بيست 3 يعني 2-1، قدروا يكسبونا في اول ماتش وكانت مفاجاه اصلا. صحيح. والماتش التاني احنا اللي رجعنا مش هم اللي رجعوا، الماتش الفاصل ما بيننا. فاحنا عملنا فتره اعداد كويسه للماتش بتاع الاهلي، ده حطينا في ضغط وعرفنا نجيب، واتسحب علينا بونتين وثلاثه وخمسه وعرفنا نجيب. كل دوت كان يعني كان تمهيد بالظبط، كان تمهيد كويس جدا للماتش دوت، لان الماتش دوت هتلاقي المواقف دي كتير هتقابلها. بس طيب حتة برضو انك تكسب الاهلي وهو المنافس على كل البطولات في الكرة الطايرة موسمين على التوالي، الدوري والكاس، دي بتعني لكم ايه انتوا بقى كلاعيبة نادي الزمالك؟ والله احنا بتعملنا يعني البطولة، يعني احنا بص احنا يعني حتى لو في النهائي ما كانش الاهلي، هي السنة الفرحة اللي فاتت مختلفة، الفرحة مختلفة بس طبعا، لان هو كان يتمنى ان هو يكسبك ويعوض أكيد بقى اللي اكيد طبعا اللي اكيد. هو المشكلة هنا كان في تفصيلة في البطولة اللي قلبت الموضوع دوت، ان احنا داخلين مركزين وعارفين احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. هما كانوا جايين يحتفلوا شوية، فكان فيها سنة اللي هما انا كده كده هكسب. بس هم ما لقوش كده في الملعب بصراحه، لان برضو معلش يعني هتلعب ماتش اهلي وزمالك في ترتيب حاجه وفاينل حاجه تانية. صحيح. ده 100% بتلعب على الكاس بره.